هسه هو من اللي جاي اعتدي على منه يعني؟ اثنيناتهم مدنيين يعني، اثنيناتهم زلم كبار، اثنيناتهم زين، سيارة مدنية راكبها أحد الأشخاص، يدهس أحدهم، واحد صاعد على بنيد السيارة، غير نفتهم شنو هسه؟ شنو؟ ولد شاب تعارك ويا رجال كبير وبوكسات، غير نفتهم شكو؟ منو علينا؟ منو مو علينا؟ منو وياهم؟ منو مو وياهم؟ غير نفتهم شو كلها؟ بعدين جو هذول الأمن المدري شو يصحوا لهم، الأمن الشغب مدري شو يصحوا لهم، هذول بعدين جوي فككوا، زين وين كانوا؟ وين بالبداية؟ زين هذا بالسيارة، سيارة مدنية، ليش صعد هذا فوق البنيد وراح شمرة؟ يعني غير نفتهم يعني؟ نفتهم؟ ماكو، فشي مبهم. زين المحاضرين المجانيين، انت اذا ما عندك يعني تعيينات او وظائف لهم، شكو كل سنه تخرج الي، غير لازم كل دوله كل وزاره اكو خطه لها، اكو حل يعني. هسه احنا يوميا نشوف هذا المشهد يوميا، لو ما يحار تضربوهم، لو يتعاركون، وباغلب المحافظات ليس فقط في كركوك، في اغلب المحافظات تلقي نفس الموضوع يتكرر، لو ضربوهم بمي، لو اعتدوا عليهم، لو طلع دمهم، لو فشخوا راسهم. وبعدين النهايه شنو؟ النهايه شنو؟ فعلوا لهم القطاع الخاص، المدارس الاهليه، غيرها من الامور، اجبروا المدارس الاهليه على تعيينهم، اجبروهم يعني مو هيك.